هلا الملف فيما يتعلق بالملف الرئاسي، في معلومات حدثت عن زياره قريبه للمبعوث الفرنسي على لبنان، ما تحددت امتى. هو اكيد يعني واضح انه في حال كلام عن زياره قريبه للدريان، يعني عم نحكي عن اعاده تحريك الملف الرئاسي. اما فيما يتعلق بموضوع الجيش، الجيش اساسا موجود بجنوب، يعني في منهم كانوا عم بيدعوا ان يطلع الجيش على جنوب، الجيش موجود من 2006 بجنوب، وهو من بنود 1701 تطبيق وانتشار الجيش بجنوب الجنوب الليطاني. هي فكرة معروفة، يعني هو من بعد حرب تموز ضلوا وجود المقاومة الإسلامية بالجنوب ولكن غير ظاهرة، هن بعضهم أكثر عم بيروحوا أبعد من هيك، إنه حتى المظاهر الغير الظاهرة ما بدهم إياها، بدهم هن يرجعوا يتراجعوا ما بعد هذا الموضوع. يسألوا عنه قيادة الجيش وبيسألوا عنه بالإعلام، يسألوا عنه قيادة الجيش، هي موجودة هناك، الجيش موجود بمنطقة جنوب الليطالي ومنتشر على حدود الجيش، واللي بيطلع على الحدود بيعرف أنه في مراكز الجيش موجودة وهو منتشر فوق. هذا الموضوع يسأل عنه قيادة الجيش ولا حدا تاني، يعني عندهم السؤال يسألوا لقائد الجيش عن شو دور الجيش بالجنوب. هذا الدور يسأل عنه هنيك، وتسأل عنه الحكومة كمان، بيسأل عنه رئيس الحكومة التصريف الأعمال، هدول بينسألوا، يعني ما أنا وياك بننسأل هذا الموضوع ولا يطالب على العالي هذا الموضوع. هيك عم تحرجهم أكثر لأنه هو مرشحهم قائد الجيش للرئاسة، وبالتالي هذا الموضوع سيكون مرشح مين؟ على رأسهم قوات، ما هي القوات اللي عم بتطالب ب 1701 بس هني بدهم قائد الجيش، هيك بيقولوا هني عم بيطالبوا بالتمديد لقائد الجيش لكي يضلون ضاغطين على الوزير جبران باسيل بموضوع هني بس رئاسي. يضغطوا على جبران باسيل مش لينتخبوا قائد الجيش، بس ما هني علنا عم يطلعوا لا تشكيك. كان يعني في موقف سابق لدكتور سمير جعجع بيقول فيه نحن بنمشي بجوزيف عون اذا بتامل له 86، هو بيعرف ان 86 غير موجوده، ما هني كمان ما بدهم اياه، هني كمان ما بدهم اياه القوات، ما بظن يعني حتى لو قالوا لبكره انه حتى اساسا حتى لو القوات بدهم اياه 86 من اين ناتي بها؟ التعديل الدستوري من وين بده يجي؟ المجلس الحالي وأثر في اتفاق دولي طويل عريض، المجلس الحالي بيقدر يعمل 86؟ لا، بس هو الفكره انه اذا في حال الثنائي الشيعي مشيوا بقائد الجيش ممكن انه الوزير جبران باسيل لحاله، الوزير جبران باسيل لحاله قد ايه كتلته ما حتى الساعه الثنائي الشيعي اللي بده يغير رايه عن ترشيح سمين، عن دعم ترشيح سمين فرنجي. انا عم حط فرضيه 86، يعني اليوم الوضع بالمنطقه اليوم والمواجهه اللي عم بيخوضها الحزب على الحدود بالنسبة لهم بتقوي من أوراق سمين فرنجية، ما بتضعفه، لأن هو بترجع إحنا لمقولة المواصفات يلي رسموها الحزب. نعم. أنه بدنا رئيس يحمي. بس عندك مشكلة التوازنات الداخلية اللي حكى عنها الوزير جبران باسيل، اللي واضح من سيرة التوازنات الداخلية أنه هو بعده مصر على عدم القبول بسليمان فرنجية. هلا إذا خير جبران باسيل بين سمين فرنجية وجوزيف عون يختار جبران يبدو رايح أو يختار جبران باسيل بين بس هو يبدو نحن رايحين على لا تمديد ولا تعيين، وبالتالي بيخلص منه تلقائيا لقائد الجيش بالملف الرئاسي، وبيصير يقدر يفرض ابتعاد الحزب عن ترشيح سليمان على حتى الساعة الثنائي معاطي موقف رسمي من ناحية تأجيل تسريح قائد الجيش أو لا، بس في حال وصل إلى الآخر وكان الوزير بسير معاطي موقف واضح، شو بيمنع أنه يمشي بتأجيل التسريح ساعته الثنائي؟ ما في شيء بيمنع. صحيح. فين غير رأيه يروح إلى تأجيل التسريح وينطرح بمجلس النواب بضرورة مجلس النواب. بس هلا صعد وزير الدفاع، وفي حال إنه راحوا لتأجيل التسريح وكلف وما اعترف فيها وزير الدفاع وكلف. لا، إذا راح رفع السن عبر قانون ما في يطرد وزير الدفاع. بيعترض إذا صار بمجلس الوزراء. بس بيقدر يطعن فيها. إيه في يطعن بمجلس الوزراء. إيه. بس إذا صارت بمجلس النواب ما في يطعن، إذا صار في قانون وتعديل قانون. لا، أنا عم بحكي تأجيل تسريح بمجلس الوزراء. إذا تأجيل تسريح بمجلس الوزراء. نعم. إيه في يطرد. لانه اساسا هو بده يكون بناء على اقتراح قائد الجيش وبده يقدمه وزير الدفاع. طيب اذا ما في حكي بين قائد الجيش ووزير الدفاع، كيف قائد الجيش بده يقدم مقترح تاجيل التسريح لوزير الدفاع ليطرحه على طاوله مجلس الوزراء؟ يعني حتى هو موضوع تاجيل التسريح مجلس الوزراء حتى الساعه لا يزال منه سهل ابدا. الاسهل من مجلس الوزراء هو الذهاب نحو مجلس النواب، والرئيس بري كان عامل موقف واضح انه احنا ما بنشرغ بالطلب. انا فيكم تعملوا جلسه فقط لرفع سن الاقتراع الى رفع سن التقاعد. خلص الموضوع، بدكم جلسة بدكم فيها. بس مشيت القوات بكلام الرئيس بري، يعني وافقت تنزل بجدول أعمال متكامل، بس إنه يكون التمديد على أول. لا، بدي يكون آخر بند مش أول بند. لا، قصدي أول المعجل المكرر،
يعني بيكون مارق بالأول. بيكون مارق قبله كل القوانين المنجزة، ولما نفوت على المعجل المكرر بيكون بالأول بيمددوا بس يكونوا هن يمشوا يقبلوا يمشوا بالقوانين اللي قبله، ما تكون فيها لعبة سياسية عم يفوتوا يصوتوا ويظهروا، ساعتها ممكن. بس حتى الساعة الظروف السياسية بعد ما في جواب عند الثنائي، الملف بملف تأجير تسريح لقيادة الجيش بالملف بإيد الثنائي. نعم. وحتى الساعة في طرحين متساويين، يعني هن تأجير التسريح أو تعيين العميد طوني أهوجي قائد للجيش. بعد هيدي الخيارين متساويين، اللي بيرجح الكفي فيهم هو الثنائي. الثنائي ما عنده مانع بانتخاب بتعيين العميد أهوجي قائد الجيش، وبنفس الوقت ما عنده مانع. ليه غيروا رأيهم أستاذ إبراهيم الثنائي؟ يعني الرئيس بري كان يقول أنه قائد الجيش بده يكون في رأي أساسي لرئيس الجمهورية، وبالتالي لا يمكن تعيين قائد جيش من دون وجود رئيس جمهورية. أما حزب الله كمان قال أنه سيد حسن نصر الله قال أنه هذه الحكومة حكومة تصريف أعمال لا تعين. طيب شو اللي غير رأيه؟ اللي بغير رأيه هو مراداتا للوزير باسيل يعني؟ لا لا، العميد طوني أهوجي مش بس أنه لا ما بيرضي الوزير باسيل هيك بالمطلق، العميد أهوجي علاقته منيحة مع جميع الأطراف، بس هي أنه الذهاب نحو إشكال. أنه بكرة بدنا ننتبه أنه حاكم مصرف لبنان شاغر، هو منصب ماروني. إذا بده يشغل رح منصب قيادة الجيش ويتولي لواء صعب اللي هو كاثوليكي. عايزك حمايه حتى نكون بامام ازمه جديده، طيب او بدهم يعينوا رئيس اركان ويجي درزي، ساعتها حنسمع كمان معزوفه ثاني. بس القاضي راضي، الوزير جبران باسيل هو اللي عم يضغط باتجاه على هو طبعا صعب. لانه اللواء صعب بتجمع علاقه كثير متينه بالوزير باسيل، بس ما الوزير باسيل بيقبل باي خيار، سواء باي خيار يقصي جوزيف عون او يخرج جوزيف عون من قياده الجيش، انه ما بيأجل تسريحه. بس الموضوع بعده لا يزال غير ناضج، وكل اللي عم ينحكى تكهنات، يعني موقف الثنائي كل شيء عم ينحكى عنه تكهنات انه مع التمديد او ضد التمديد، بعد هلا ما حسم موقفه. بعد بيعتبروا انه بعد معهم وقت، وبعد معهم وقت يعني يمكن يكون في اساسا يعني يمكن يكون في انتخاب رئيس قبل انتهاء ولايه العماد جوزيف عون، يمكن مين بيعرف. بيعتبروا من الامور بال متفائل جدا اليوم لا ممكن تكون الامور بالمنطقه عم تتغير، فممكن بكره بيوم وليله